بتحب الحيوانات؟ بموت فيهم. ايه الحيوان اللي عندك مربي؟ عندي 3 كلاب. تعمل معاهم ازاي؟ كل يوم باكلهم وبشربهم وبطلعهم مرتين في اليوم. انا ما ربيتش اي حيوانات قبل كده في البيت، بس انا دايما بحب انزل العب مع الحيوانات اللي في الشارع، قطط وكلاب واي حاجه، بحب اكلهم واخد بالي منهم واتعود واتعامل معاهم عادي جدا، مش مشكله. مربي يعني لغايه دلوقتي 3 كلاب وقطه بس، يعني الله يرحمها. بتتعامل معاهم ازاي؟ بتعامل معاهم بحب، يعني مش بقعد اضربهم او ازعق ليهم. لو عمل حاجه غلط كان بيبقى في تدريب او زعيق او كده، بس مش ضرب. انا مش بخاف من كل الحيوانات، يعني في كلاب انواع وانواع، بس يعني كان عندي كلب قبل كده بس كنت بخاف منه جدا. اي حد في الدنيا بيربي كلب بيبقى عارف الكلب اللي هو ما هوش شرس، ما هوش كده، يعني جولدن ده صديق الانسان، يعني ده صديق اي حد، صديق الاطفال، صديق الناس الكبيره، فمش شرس. انا دايما نقول القطه والكلب مش لعبه، ما هماش حاجة بتجيبها عشان ابنك يلعب بيها شوية وبعدين تسربها لما تخلص تبقى مش عايزها، أو دول مسؤولية. بيتراعوا، بيجيب لهم أكل، بتفكر في أكلهم قبل ما نفكر في أكلنا، بنجيب لهم أدوية، بنوديهم لدكاترة، دول مش لعبة خالص. فاللي ما عندوش القدرة إنه هو هيراعي قطة وكلب ما يجيبهمش من الأول، ما نسيبهمش في الشارع، يعني نديهم دايما. في ناس على فكرة بتبقى محتاجة أصلا تشتري ساعات، احنا بقى ندور على الناس دي ونخليهم يتبنوا الحيوان اللي عندنا ايا كان هو ايه، يعني ما نسيبوش في الشارع كده، لان الناس ما يعني بتبقى مهمله جدا في ان هي تاخد الحاجات دي من الشارع. ما تعرف يعني اكتر حد بيربي الحيوانات هو عارف ازاي يتعامل معاه. والله الناس اللي بتبقى راكبه عربيات يعني يحاولوا على قد ما يقدروا يخلوا بالهم من موضوع القطط والكلاب تبقى معديه الشارع، لان دي ابشع حاجه الواحد بيشوفها على الطريق بصراحه. طيب زي ما احنا شفنا كده اراء الناس مختلفه ما بين اللي بيحبوا يربوا حيوانات، وفي اللي عنده اكتر من حيوان، اكتر من كلب، اكتر من قطه، وفي اللي ما بيحبش خالص وعنده فوبيا او ما عندوش خبره اصلا بتربيه الحيوانات. ولكن المهم في الموضوع احنا ليه خدنا اراء الناس وليه احنا بنتكلم عن الموضوع ده، زي ما فاروق قال كده انه فعلا تربيه الحيوانات بتاثر بشكل ايجابي في نفسيه الشخص، خصوصا لو الشخص ده بيعاني من الوحده او ما عندوش ناس كتير في حياته، او حياته الاجتماعيه مثلا مقتصر على اهله، على دايره صغيره جدا من الاصدقاء، مش مرتبط عاطفيا بحد، فبالتالي بيبقى عنده هدف في الحياه ان هو مسؤول عن حيوان، عن قطه، عن كلب، بيروح البيت بيحط له اكل، بيسعده. كمان الكلاب بتتاثر جدا باصحابها، القطط نفس الكلام. كمان مش بس النفسية، لكن كمان بدنيا وجسديا الموضوع بيفرق كتير جدا، لأنه كلاب لازم تنزل كل يوم تمشيها مرة الصبح ومرة بالليل، فلو انت كسلان اصلا وما بتمارسش اي نوع من انواع الرياضات فانت هتضطر ان انت تنزل تمشي الكلب بتاعك، فبالتالي ده بيأثر عليك بشكل ايجابي ان انت بتحرك الدورة الدموية، وده طبعا بيقيك او بيمنعك او بيحميك من امراض كتيرة جدا ممكن تتعرض لها.